السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التراث لا يعني فقط ما خلفه الأوائل من آثار مادية نتعرف إليها ونعتز بها ونحافظ عليها، ولكنه إرث ثقافي وتجربة إنسانية شاملة ومحطات يجب التوقف عندها ومسيرة يجب استخلاص العبر منها حتى نطور من سلوكنا ونكون أكثر وعيا. وفي هذا الصدد تزخر مدينة تاجوراء بالعديد من الشواهد المادية التي تدل على تراثها وتاريخها وحضارتها وعراقتها وأصالتها. سنأخذكم في هذا التقرير للتعرف على بعض القطع الأثرية والمقتنيات القديمة التي لا يزال يحتفظ بها أهالي تاجوراء لتبقى حاضرة للعيان ونقطة انطلاق نحو المستقبل. إن توثيق العروة بين ثقافتنا المعاصرة وتراثنا الذي نعتز به هو الضمان الأكيد لحماية أبنائنا من كل أشكال المسخ الفكري والسلوكي الذي يهدد عالمنا ويرسخ الهوية الوطنية ويعمقها، لأن الأمم التي تعتز بتراثها قادرة على صناعة مستقبلها. هكذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، تعرفنا من خلالها على بعض المقتنيات والشواهد المادية التي تدل على أصالة وعراقة وتراث وتاريخ مدينة تاجوراء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.